السلام عليكم. اليوم نتكلم على الصادرات نتاع الجزائر في يعني ال5 سنوات الأخيرة هذه، و يعني الصادرات خارج المحروقات، إذا يعني منذ سنة 2019 إلى يومنا هذا، يعني منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون، إذا هو التغيير، يعني تغيير السياسة بصفة عامة. إذا نروح إلى سنة 2019، حيث أنه الصادرات نتاع الجزائر خارج المحروقات وصلت إلى 500 مليون دولار إذا أمريكي. في سنة 2020، بعد سنة، تم تصدير ما قيمته 2.1 مليار دولار. إذن وفي 2021 تضاعف، يعني تضاعفت صادرات الجزائر لتصل إلى 5 ملايير دولار أمريكي. في 2022 وصلت 7 مليار، يعني السنة الماضية وصلت 7 مليار دولار أمريكي. وفي السنة هذه فيه يعني ننتظر أن تكون يعني صادرات الجزائر تصل إلى 10 مليار دولار جزائري. والهدف أو التارجت، يعني الأوبجيكتيف نتاع السنة المقبلة نتاع 2024، راح يكون إن شاء الله 15 مليار دولار أمريكي. إذن كل هذا هو البيلان نتاع الصادرات نتاع الجزائر في ال5 سنوات الماضية، وكذلك في بالنسبة للسنة المقبلة. ونعرف أنه بما أنه فيه يعني هدف نتاع الجزائر للولوج إلى منظمة البريكس، فلابد على الجزائر وعلى الاقتصاد الجزائري أن يصل في السنة الأولى نتاع الانضمام للبريكس، لابد أن تصل صادرات الجزائر كمجملها إلى 200 مليار دولار هذه السنة الأولى، ويكون هدف وصول إلى 1000 مليار دولار خلال ال5 سنوات المقبلة، باش تكون عندنا يعني كلمة وتكون عندنا مكانة حقيقية ضمن المنظمة تاع البريكس. إذا هذا هو، وللعلم أنه الصادرات نتاع الجزائر خارج المحروقات تتكون أساسا من الحديد، صادرات الحديد والإسمنت وبعض المواد المستخلصة من الفوسفات والمواد التحويلية، وكذلك بعض المواد الغذائية. هذه هي أغلب المواد التي تصدر من الجزائر. إذن نكتفي بهذا القدر، ونخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.